اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم تيك فور ام دي ال. اليوم عندنا فيديو جديد للشرح لموقع جيت اي او، موقع الاستثمار وتداول العملات الرقميه، هنا جيت واي تو كريبتو كرنسي. اولا طريقه التسجيل للكرييت اكونت، تجدون الرابط اسفل الفيديو. من هنا يمكنكم ادخال الايميل وهنا الباسورد، وهنا الريفرال اي دي يمكنكم ترك الريفرال الخاص بنا، وهنا السيرتيفيكيت أنكم أكثر من 18 سنة وأنكم توافقون على شروط الموقع. يمكنكم هنا قراءة جميع الشروط Get IO User Agreement. يمكنكم هنا رؤية Table of Contents، يمكنكم قراءة هذه الأشياء والموافقة عليها. وبعدها تضغطون على Next وتكون هنا التسجيل. وهنا أيضا عليكم أن تكون لست لا تكون من هذه الدول، منها دول عربية مع الأسف مثل سوريا والسودان. إذا هنا لديكم الـ Walking to Get IO New User، تحصلون على Task Claim 100 دولار Get IO Point، ويمكنكم Trade وكليم أكثر من 5500 دولار من الـ USDT Test. إذا هنا لديكم Stable Area Reliable since 2013، Top Ranking، Trustworthy، Transparent أيضا، Profit أكثر من 1000 كوين. هنا الواجهة الرئيسية الخاصة بالموقع، هنا لديكم Startup، هنا لديكم الكثير من الأشياء في الماركت والفاينانس إلى غير ذلك. هنا مثلا في الفاينانس لديكم هنا Liquidity Mining، يمكنكم من هنا رؤيتها. إذا كما ترون هنا Liquidity Mining Guild Line، إذا أردتم الدخول في الجولد، إذا كنتم Beginner من هنا، أو هنا Skilled Trade. مثلا إذا كنتم Beginner تجدون هنا جميع الأشياء التي تريكم هذه الأشياء. إذا هنا لديكم Liquidity Mining، Total Liquidity أكثر من 52 مليون دولار، والأكمليتد بونس بول هنا أكثر من 600 ألف USDT. هنا لديكم Liquidity Market، هنا مثلا في هذه زوج العملة سعودي وال USDT، وهنا ال MTR USDT. تجدون هنا Total Liquidity من ال USDT، وهنا أيضا Total APR، وهنا 7 Day Annual Yield. يمكنكم عمل Add Liquidity من هنا، ويمكنكم إضافتها من هنا. يمكنكم إما إضافة بعض الإثريوم أو البيتكوين، وهنا تدخلون الـ Available Bitcoin، وهنا الـ Available إثريوم، هنا توافقون على هذه الشروط. إذا وبعدها تضغطون على Add، هنا لديكم الـ Available، أو هنا أيضا يمكنكم عمل Redeem للإثريوم والبيتكوين. ومن هنا تدخلون زوج العملة، هنا يظهر لكم Available، يمكنكم عمل له Claim. هنا تظهر لكم My Liquidity أيضا، يمكنكم رؤيتها من هنا. هنا لديكم Liquidity Market، يمكنكم من هنا أيضا إيجاد جميع الأشياء التي تحتاجونها. إذا لديكم أيضا هنا Landing Assist، يمكنكم أيضا الدخول إليه و إيجاد العديد والعديد من الأشياء. ننتظر قليلا. كما ترون اللاندينج لديكم هنا اللوكس، يمكنكم عمل Add Liquidity أو Margin Trading. هنا مثلا Margin Trading، هنا تظهر لكم الـ Available Balance من الـ USDT إذا أردتم بيع اللوك أو شراؤها أيضا. هنا يظهر لكم الأسعار، وهذا هو الشارت الخاص به، يمكنكم هنا عمل يوم أو ساعة أو أسبوع إلى غير ذلك، ورؤية شارت العملة. ومن هنا تجدون العديد من الأشياء التي يمكنكم عملها، مثلا هنا شكل هذه الأشياء. هنا يمكنكم عمل فول سكرين وإضافة بعض الأشياء. هنا يمكنكم إضافة بعض البارز والألوان وكل شيء يمكنكم عمله هنا.
إذن هنا أيضا لي perpetual إلى غير ذلك. إذن تقريبا هذا كان كل شيء.